عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل. تناول الاجتماع إجراءات توفير السلع الأساسية بالأسواق وجود ضبط الأسعار والموقف التنفيذي للمشروعات، فضلا عن سبل توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوقفة. كما تناول الاجتماع متابعة عمل وزارة المالية للانتهاء من الموازنة العامة للدولة 2017-2018. من جهة أخرى، عقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر للجنة العليا لمياه النيل بحضور كل من وزراء الكهرباء والري والبيئة لمتابعة الملفات المتعلقة بملف مياه النيل. المزيد من التفاصيل تنضم إلي مباشرة من مقر مجلس الوزراء موفدة أونلايف سالي سالم. سالي، أهلا بك. ما أهم التفاصيل الخاصة باجتماعات رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الوزراء المعنيين الذين ذكرناهم في الخبر؟ نعم، بالفعل نحن نتواجد منذ صباح اليوم بمجلس الوزراء، حيث يعقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعا مع عدد من الوزراء وهم الوزراء المعنيين باللجنة الاقتصادية. كان هناك حضور لوزير التموين الدكتور علي مصلحي، وكذلك هلا السعيد وزيرة التخطيط، عمرو الجرحي وزير المالية، عبد المنعم البنا وزير الزراعة، وأخيرا أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال. تم عرض في هذا الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وذلك في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة فيما يتعلق بملف السلع وأسعار هذه السلع وتوفير السلع للمواطنين خاصة محدودي الدخل. كان هناك أيضا لقاء تم بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، شدد من خلاله رئيس الجمهورية، كان هذا اللقاء بداية هذا الأسبوع، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير السلع للمواطنين بأسعار ثابتة وزيادة منافذ البيع المتواجدة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا. فيأتي هذا الملف على صدد الملفات الكثيرة التي يهتم بها الحكومة والوزراء المعنيين بهذا الملف. كذلك كان هناك مناقشة لما يتم في ميزانية العام، الميزانية العامة للدولة، وهي لعام 2017-2018. كان هناك أيضا ملف فيما يتعلق برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. لدينا أيضا تجديد على توفير كافة الاعتمادات اللازمة لحماية محدودي الدخل. هناك اجتماع يتم الآن بين رئيس الوزراء واللجنة العليا للمياه. هذا الاجتماع يحضره وزير الكهرباء ووزير الري ووزير البيئة، وذلك لمتابعة الملفات المتعلقة بملف المياه، مياه النيل. سوف يكون هناك متابعة لهذا الملف، ولكن حتى الآن يستمر هذا الاجتماع في إطار، سنوافيكم كذلك بالتفاصيل الخاصة بهذا الاجتماع فور الانتهاء منه. ولكن هذا كل ما يتعلق بتفاصيل الاجتماع الخاص بملف الأسعار وتوفير السلع لمحدودي الدخل وضرورة الحفاظ على الأسعار وتوفير السلع الأساسية على الأقل بأسعار مناسبة للمواطنين لمحدودي الدخل. نعم، شكرا لك سالي سالم من موفدة أونلايف إلى مجلس الوزراء، وبالتأكيد ستكون لنا متابعة لاحقة في خدمتنا الإخبارية التالية.